مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. ارتفاع إضافي على درجات الحرارة، طقس حار إلى شديد الحرارة، أجواء مغبرة في منطقة البادية خاصة البادية الشرقية والبادية الجنوبية من المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل الرياح نلاحظ أن هناك ازدياد في سرعة الرياح تقريبا مساء يوم الأحد وليلة الأحد على الاثنين، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في المناطق الجنوبية الشرقية من المملكة والمناطق الشرقية من المملكة، وتشتد أيضا ليلة الاثنين على الثلاثاء مرة أخرى مثيرة الغبار في مناطق البادية والسهول الشرقية. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، أجواء معتدلة الحرارة رغم أن درجات الحرارة الصغرى أعلى معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، على الأقل ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية، والصغرى المتوقعة في عمان 21 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، أجواء استمرار الأجواء الحارة، وأيضا تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، على الأقل يوم الاثنين ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية، والعظمى المتوقعة يوم الاثنين تتراوح في عمان ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية. أجواء حارة لكنها معتدلة إلى حارة نسبيا أو حارة نسبيا إلى معتدلة ليلا، والصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية. الثلاثاء والأربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة نسبيا، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها. الثلاثاء الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 32 إلى 33، والصغرى أثناء الليل بتكون الأجواء معتدلة، والصغرى المتوقعة 19 درجة مئوية. كذلك يوم الأربعاء أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية، العظمى المتوقعة ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية، وأثناء الليل أجواء معتدلة والصغرى المتوقعة 19 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن المختلفة. في المناطق الشمالية أجواء حارة، إربد 36-22، عجلون 35-21، جرش 38-24، والمفرق 37-22 درجة مئوية. المنطقة الوسطى البلقاء 34-21، مأدبة 34-21، البحر الميت ومنطقة الأغوار أجواء شديدة الحرارة 42-28، عمان 33-21، والزرقاء 38-23 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية أجواء حارة نسبيا إلى حارة، الكرك 33-22، الطفيلة 31-21، الشراح 27-19، خليج العقبة 39-27، ومنطقة معان 33-22 درجة مئوية. المناطق الشرقية أجواء حارة، 39 في الأزرق العظمى المتوقع والصغرى 24، الصفاوي 38-24، والرويشد 38-24 درجة مئوية. مشاهدينا نتمنى الجميع السلامة، شكرا لمتابعتكم، ولكم تحية طيبة من طقس العرب. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.